اهلا بحضراتكم وحلقه جديده ومصر جميله. النهارده الحقيقه يمكن بنطلع بره الاستوديو، النهارده يوم بنطلع بره الاستوديو في مصر جميله، يمكن احتفالا بهذه الاجواء الجميله، جو مصر الجميل الرائع. بنطلع من مكان اثري جميل، مكان تم انشاؤه من عام 641 ميلاديه، ايام عمرو بن العاص لما فتح مصر. منطقه الفسطاط او مدينه الفسطاط كانوا بيسموها حدائق الفسطاط، فيها مناطق كثيره جدا، فيها بحيرات الحقيقه من اروع ما يمكن، فيها اماكن اثريه ومزارات ومناطق حفريات، وفيها الحقيقه طبعا مجمع الاديان الشهير اللي حضرتك كلكم عارفينه، منطقه من اجمل الاماكن. مصر الجميله احنا بننتقل بيها الحقيقه في قلبها، وبننقل لكم مباشره أهم الأخبار وأهم ما يحدث فيها، وزي ما انتم شايفين على الواقع كده الجمال اللي حوالينا كله، بنحاول نقول لكم صوت وصورة، لكن طبعا ده يغني أبدا عن وجودكم في هذا المكان وزيارته. السياحة بالتأكيد طبعا هي من أهم المقومات للدخل القومي المصري، واللي بتدخل عملة صعبة زي ما بيقول. والحقيقة لكن مش ده بس فقط هي أهمية السياحة، لكن هي أهم حاجة لوسيلة التواصل بين الشعوب. لما يكون في تقارب بين الشعوب من خلال الزيارات المتبادلة عبر المناطق السياحية، سواء إحنا رحنا لهم أو هم جولنا، بيكون الحقيقة فعلا في تقارب وتقارب لوجهات النظر، وبيعرفوا يعني إيه شعب زي الشعب المصري مثلا، يعرفوا يعني إيه حلاوة الشعب المصري لما يجوا يعيشوا وسطنا ويعيشوا معنا أيام بسيطة، لكن الحقيقة بيلاقوا كل ترحيب وأمن وأمان. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا في شهر النصر، شهر أكتوبر العظيم الحقيقة. طبعا هذا الشهر مصر بتحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، ومصر كلها وكل إعلامنا وكل فعالياتنا الموجودة على أرض مصر بتكون بتنتمي بشكل أو بآخر، وبتلقي الضوء على هذا الحدث العظيم اللي دايما لازم أجيالنا، كل جيل جديد لازم يعرف نصرنا الجميل والإرادة المصرية والقوة المصرية انتصرت إزاي. من قلب هذا المكان، هذا المكان السياحي، هيكون النهاردة عندنا أكتر من فقرة الحقيقة. هيكون معايا الحقيقة لقاء مع خبير سياحي هيكلم عن تاريخ هذه المنطقة وأهميتها إيه، وإيه الجمال اللي فيها، وإيه التطوير اللي حصل في الفترة الأخيرة اللي بدأ فيها التطوير بشكل فظيع. حضراتكم ما تعرفوش المكان ده كان شكله إيه، المنطقة دي كانت شكلها إيه. منطقة طبعا عشوائية جدا، عشوائيات كبيرة جدا. طبعا سيادة حضراتكم شفتوا متحف الحضارة طبعا، وشفتوا ما حول البحيرات الموجودة هنا في منطقة الفسطاط. من أروع ما يمكن، تم إزالة العشوائيات وتم تطوير بعمارات ومجمعات سكنية وكافيهات ونوادي وأماكن من أروع ما يمكن، ونظافة فعلا تليق باسم مصر، مصر الحقيقة الجمهورية الجديدة. هنعرف كل ده من خلال فقراتنا ان شاء الله مع ضيوفنا النهارده. اسمحوا لي يعني ضيوف الكريم، هيكون معايا محمد كارم الخبير السياحي الكبير، وهيكون معايا دكتوره عبير حلمي وهي ماجستير في الاتصال السياسي من اعلام القاهره وسفيره نوايا حسنه وخبيره التنميه البشريه. هيكونوا هم ضيوفنا النهارده في الحوار، ولكن هيصاحبهم فرقه جميله جدا اسمها فرقه الخان. والحقيقه يمكن هذه الفرقه بتكون بقياده فادي المغربي، الفنان المايسترو فادي المغربي. هنلتقي بيهم كلهم بعد الفاصل مباشرة عشان نعيش هذه الحالة الجميلة من الإذاعة الخارجية والجو الرائع للغروب المصري الجميل من منطقة الفسطاط. أرجوكم ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم مره تانية في مصر جميله. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم عندنا النهارده عدد من الفقرات المدمجه اكون تقريبا فقره واحده، لكن الحقيقه احنا عاوزين نتكلم بصوره اشمل عن هذه المنطقه الجميله. هنتكلم عليها باكثر من اسلوب، سواء كانت تاريخيا زي ما قلت لحضراتكم المقدمه انها انشئت عام 641 ميلاديه بقدوم عمرو بن العاص، كان اسمها حدائق الفسطاط او منطقه الفسطاط. والحقيقه يمكن تم تطويرها بشكل رائع من اروع ما يمكن، بشكل الحقيقه يشرف مصر بكل مناطقها المختلفه، سواء كان متحف الحضاره او المزارات المختلفه الموجوده فيها او البحيرات الموجوده في هذه المنطقه. ودي حاجه نادره جدا يكون في القاهره في بحيرتين، بحيره عين الحياه وبحيره عين السيره، ويمكن تم تجديدهم وتطويرهم بشكل حقيقه يليق فعلا باسم مصر. واهلا بالسياح طبعا، واهلا بكل ضيوف مصر، واهلا اصلا بالسياحه الداخليه لزوار هذه المناطق، مدينه الفسطاط او منطقه الفسطاط. اسمحوا لي ارحب بضيوف الكرام. انا معايا النهارده الاستاذ محمد كارم الخبير السياحي الكبير. اهلا بيك معانا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. هنتكلم النهارده عن تفاصيل هذه المنطقه بقى طبعا بالتاكيد يعني ان شاء الله. طبعا الترحيب ممتد للدكتوره الجميله دكتوره عبير حلمي، هي ماجستير في الاتصال السياسي اعلام القاهره وسفيره نوايا حسنه.
ورئيسة مهرجانات مهرجان فني أعتقد. مهرجان فني كنسي. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. نتكلم عن طاقة المكان. أنا عاوز أتكلم عن الحالة النفسية اللي الواحد فيها بيكون في مكان زي ده. ليه لما بيكون في مكان بيجي في مكان في مكان جميل نقي في هواء حلو على بحيرة أو غير بحيرة في جناين بيحصل له حالة من الانتشاء أو نسيان الهموم. السعادة النفسية. والسعادة النفسية. السعادة النفسية. اسمحي لي يعني أكمل تقديم ضيوفي وأرجع لحضرتك. معنا فرقة الخان بقيادة المايسترو فادي المغربي وأنا برحب بيكو. أهلا بيكو كلكم واحد واحد بالأسماء نقولها بقى بعدين مع بعض وإحنا بنغني إن شاء الله. فرقة جميلة الحقيقة وهي دايما بتغني أغاني القديمة وفي أغاني وطنية كمان بتغنيها. تعالوا مع بعض نبدأ أول حوارنا مع ضيف الكريم وهبدأ بأستاذ محمد كارم الخبير السياحي وعن هذه المنطقة الجميلة. كلمني عن هذه المنطقة كيف كانت وكيف أصبحت. طب احنا لازم نقول بس في الأول أن منطقة الفسطاط تعتبر من أهم العواصم الإسلامية في بدايتها. وطبعا التطوير اللي بتقوم به الدولة خلال الفترة اللي فاتت لتطوير الأماكن السياحية أو تطوير البلد والبنية التحتية ساعد بشكل كبير جدا على تطوير المنطقة والوصول بيها لهذا الشكل الرائع. احنا مش هنتكلم بس عن متحف الحضارة، احنا عندنا كمان في منطقة مصر القديمة ومنطقة الفسطاط عندنا جامع عبد بن العاص وعندنا اكبر متنزه حديقة الفسطاط اللي بيتم انشائها حاليا وان شاء الله في وقت قريب كده يتم افتتاحها، بالاضافة طبعا لتطوير المنطقة اللي تساهم بشكل كبير جدا ان القطاع السياحي يكون جاذب للمنطقة الحضارية ومتحف الحضارة لكل الاشكال وانماط اللي موجود. يمكن متحف الحضارة من المتاحف الحديثة اللي تم ضمها إلى الأجندة السياحية خلال الفترة اللي فاتت، وكان عندنا احتفال مهيب بالعالم كله تبعه هو نقل المومياوات الخاصة بالملوك من متحف التحرير لمتحف الحضارة. ويمكن متحف الحضارة المتحف الوحيد اللي بيحكي تاريخ الحضارات منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث، وده بشكل كبير جدا بيساهم في انتعاش السياحة الثقافية في مصر. ده بالإضافة طبعا ان احنا لازم نشكر القيادات السياسية على الاهتمام الكبير جدا اللي قمنا بيه والشكل الحضاري اللي احنا موجودين فيه حاليا، وان وجود المنطقة وتطويرها بهذا الشكل في أقل فترة ممكنة. ويمكن احنا خلال الموسم الشتوي القادم بإذن الله ان السياحة الثقافية هيكون ليها شكل كبير جدا خلال الفترة اللي جاية. تمام استاذ عبير، انا مش دكتور عبير، مش انا مش هبدا حوار معاك، انا الاول هغير لك مودك. نغير المود الاول، نغير المود، نسمع حاجه جميله. تمام. من الفرقه الجميله. تمام. وبعدين نرجع نكون بقى غيرنا مودنا. أكيد. واكلمك عن المود اللي تم تغييره دلوقتي. الاستاذ فادي المغربي، اهلا بيكم منورين الدنيا. هتسمعونا ايه دلوقتي؟ الله، كل سنه وانتم طيبين. الله، اتفضلوا. فادي المغربي ما شاء الله عليكم، طبعا ندى يوسف المطربه وريان التونسي، اهلا بيكم منورين الدنيا ومشرفينا والله. والفرقه الجميله بقى علاء ابراهيم واحمد ايهاب واحمد العباسي والاستاذه اهلا بيكم منورين الدنيا. اختياركم جميل على فكره وراقي جدا جدا يعني. ارجع مره تانية لضيفتي الجميله الدكتوره عبير حلمي، و علاقة الإنسان بالمكان سواء كان ملكه، وطنه، مكان عابر، مكان سياحي، مكان بقضي فيه فترة من الفترات، كلمني عن العلاقة. طيب خلينا نقول الأول إن علاقة أي حاجة بأي حاجة هي علاقة يا إما تبادلية يا تنافسية. إحنا كإنسان أو كجسد إنسان يوجد في مكان فهو العلاقة هتبقى هنا هو تبادلية وامتزاج أو تناغم. فعلاقة التناغم بالمكان بنشوف مين فينا بيأثر على التاني أكتر، هل الإنسان يقدر يأثر على المكان أكتر ولا المكان يأثر على الإنسان أكتر. الطاقة هنا أو علم الطاقة بيقول إنه اللي عنده قوة أكبر هو اللي بيأثر على التاني أكتر. فلو أنا دخلت مكان أنا قوتي أقوى فأنا اللي هضيف للمكان، زي واحد مثلا داخل مبتهج جدا واللي قاعدين في المكان ده عندهم حالة اكتئاب. ليه عندهم حالة اكتئاب؟ المكان فيه روح اكتئاب شوية. لو هو دخل بروح المرح وهو قوته قوة طاقته أعلى يخلي كل يفرح ويضحك وينبسط.
لو هو العكس، لو دخل على ناس كلها قاعدة في مكان مبسوطة وبتضحك والمكان فيه طاقة إيجابية حلوة قوي وهو محبط وهو قوته الشخصية أو قوته الطاقة بتاعت قوته أقوى، هيخش يعمل إحباط للمكان ولكل اللي قاعدين في المكان. فعلا ده حقيقي. للمكان نفسه ولا للمكان بالمحيطين بيه، بالمحيطين بالمكان، الأشخاص اللي قاعدين في المكان. لكن الجماد، الجو، الجماد والجو حسب مقفول ولا مفتوح. لو بص اصل الموضوع الطاقة ده موضوع كبير. فانت عندك الطاقة، اي حاجة فيها طاقة هي بتولد طاقة حرارية وطاقة ديناميكية، واخد بالك، وفي كهربائية كمان وفي مغناطيسية كمان. فالطاقة هنا هوت لما تولد الطاقة من الجسم هي بتأثر على المحيط، وطاقة المحيط بتأثر على الإنسان. زي مثلا أغلبية الطاقة اللي بتيجي من البلكونات والشبابيك والحاجات ديت، لو صدمت في جسم الإنسان ممكن تأثر عليه. عشان كده يقولك ما تحطش كرسي مباشر قدام أي بلكونة مفتوحة أو شباك أو باب مفتوح. خلي دايما طاقة جسمك أبعد شوية من طاقة المكان الخارجي اللي هينبعث منك طاقة أقوى من طاقة المكان، هيأثر على جسدك. تفهم إزاي؟ شايف الأستاذ محمد كارم، أستاذ محمد كارم واضح أن الطاقة مأثرة عليه بشكل أو بآخر، بعد ما بيضحكش. لا لا، طاقة المكان هنا حلوة جدا على فكرة، لأن المكان أوبن مفتوح. المكان روعة، الطاقة هنا قوية جدا. بدعو كل المصريين أن يجوا يشوفوا المكان ويشوفوا الشغل الهائل اللي اتعمل في المكان. كلمني على التكلفة. احنا بنيجي مكان زي ده، كان منطقة عشوائيات وما بين مقابر وما بين، انت عارف كان شكله ايه المنطقة، كانت حاجة حول ولا قوة إلا بالله. يعني ربنا يكرم من قام بهذا التوجيه ومن قام بتنفيذ كل هذا الجمال وإعادة المكان لرونقه وجماله. كلمني عن التكلفة اللي بتكلف فيها مكان زي ده. طيب، العائد عليه بيكون مردود شكله إيه، سواء كان مادي أو معنوي أو نفسي؟ طيب، احنا لازم نقول بس حاجة، إن المنطقة كلها من فترة قريبة جدا كانت عشوائيات، وتم تطوير المنطقة وتم تطوير البنية التحتية، ويمكن ده بشكل كبير هيساعد على نمو اقتصادي في المنطقة وعامل جذب كبير جدا للاستثمار السياحي داخل المنطقة. بالإضافة إلى تشغيل اللي احنا بنسميهم السكان المحليين في المنطقة في قطاع السياحة. لو احنا قلنا ان كنا بناخد وقت كبير جدا من متحف التحرير عشان يجوا نعمل زيارة او تور لمتحف الحضارة، النهاردة احنا رابطين، لو حضرتك لاحظ، متحف التحرير بمصر القديم، بمتحف الحضارة، بالمتحف الكبير، من خلال الطرق والدائري اللي مؤدي للمتحف الكبير، ورابط كل الأماكن السياحية الخاصة بالسياحة الثقافية في مصر، وإن فترة زمنية ما تتعداش النص ساعة. وده بشكل كبير هيساعد إن البرنامج السياحي في وقت، بدل ما يكون مثلا 3 أيام كنا في القاهرة كنا بنشوف منطقة الأهرامات والمتحف الكبير والقلعة، لا، في خلال 3 أيام هنشوف كل الأماكن الأثرية الخاصة بالسياحة الثقافية في وقت قليل جدا. طبعا العامل الاقتصادي هو عامل كبير جدا لنمو الاقتصاد المصري من خلال السياحة، ويمكن السياحة هي قاطرة التنمية لمصر خلال الفترة اللي جاية. طبعا التطوير دوت، أنا من وجهة نظري حتى لو التكلفة بتاعته كانت عالية، بس هيساعد بشكل كبير إن هيكون خلال الفترة اللي جاية، لأن احنا نتكلم بمنتهى الأمان إن اللي حضرتك بتعمله النهاردة هيبقى أغلى بكرة. فالنهاردة التطوير دوت بيساعد بشكل كبير جدا إن ايه الرسالة المطلوبة تتعمل، تصميم الرسالة الإعلامية للتعامل مع الإنجازات ومع السياحة تحديدا. استراتيجية الدولة هي التجديد والتطوير. بما ان احنا بنتكلم على التجديد والتطوير، هو كل حاجه في حياه الانسان فيها تطوير، النباتات فيها تطوير، الانسان نفسه جسديا، صحيا، معنويا، خلقيا، كل حاجه ممكن تتطور جواه. فالاماكن اللي بتتطور دي بتحتاج الطاقه اللي احنا بنتكلم عليها من شويه، فهي محتاجه طاقه التفاؤل والامل. وبالنسبه ان احنا بنتكلم بقى اعلاميا، فاحنا لازم نصدر ده للعالم كله، ان احنا لما اتطورنا فاحنا جددنا. كلمه تجديد وتطوير هي جايه من فعل تجدد. تجدد يعني اصبح الشيء جديد. اي حاجه جديده بتدي زي مولود جديد، تدي انبعاث امل، تفاؤل، فرح، ان ده هيبقى ليه شأن بعد كده اهو. فاحنا بنتكلم على مصر الجديده، مصر الجميله على اسم البرنامج. مصر الجديده ومصر الجميله هي انبعاث
طاقة جديدة وحيوية جديدة وأمل جديد للشباب كله اللي طالع. محتاجين ده نظهره إعلاميا أكتر. محتاجين نروح بنفسنا في الأماكن زي حضراتكم عملتوا بالفكر الجديد اللي ما شاء الله يعني رائع في مكان أروع. فإحنا محتاجين ده نعمله في كل الأماكن السياحية اللي بيها بنناشد العالم كله إحنا أصبحنا إيه. وكل ما بنروح نفتتح يعني متحف أو بنفتح مصنع أو كوبري أو أي منشأة لازم يكون في حضور إعلامي، لأن ده اللي هيبين قد إيه المجهود، قد إيه الدولة مهتمية بالتطوير، قد إيه الدولة نقلتنا. إحنا حضارة 7000 سنة، فإحنا جزء من الحضارة دي وإحنا مكملين بالحضارة دي. فإحنا محتاجين نقول إحنا لسه موجودين وبنطور وبنكمل الحضارة، الحضارة المصرية القديمة طبعا. تمام والله، القعده جميله بيكم والجو جميل بحضراتكم والله، والفرقه الجميله فرقه الخان. احنا عاوزين نسمع منكم حاجه يا جماعه، مش كده يعني عمالين تكلموا بعض وسايبين الغنى. هتسمعونا ايه؟ على باب واقف النهارده. تمام، اتفضلوا. ذكريات النهار ما شاء الله جميل جميل عندنا ومع فرقه الخان اللي اسمها دلوقتي. المحاولات جميله والاحساس جميل، وبرضه الموسيقى سبحان الله. انت عاشق الروح هي الموسيقى، صح كده؟ اه طبعا، يعني ده بيستعان بيه نشوه للروح، وانت عايش للروح تخلي الروح في حته تانية خالص. انت عارفه ان المكان انت عارفه في مثلا في اماكن تسمى باسم ام كلثوم ما بتذيعش الا اغاني ام كلثوم، فالناس بتروح لها رغم ان ام كلثوم بقالها قد ايه واحنا بنسمعها في اي مكان وفي اي وقت، سواء كانت في راديو او على نت حتى او في التلفزيون، صح كده؟ صحيح. ومع ذلك في مكان بتذيع ام كلثوم بنحب نروح نقعد هناك عشان تسمع ام كلثوم. ايه قوه الموسيقى دي اللي تاثير الموسيقى بالناس. على النفس تاثير كبير جدا. حقيقي تجتذب وتغير المود. طيب. هل هو فعلا الموسيقى عندها القدره انها تصنع الحاله؟ يعني انا لو حزين ممكن تفرحني، ولو فرحان ممكن تحزنني. تاثير كل حاجه زي الالوان، الموسيقى، المساحه اللي حواليك، يعني الفضاء، كل حاجه ليها طاقه تقدر تاثر عليك بالايجاب. فهي الموسيقى احدى العناصر اللي تاثر عليك بالايجاب. تسمع موسيقى حزيني شويه ممكن تعيط، تكتئب وتعيط. تسمع موسيقى فرحي تلاقي نفسك بتضحك وممكن تقوم ترقص كمان، حسب ما المود. الموسيقى تغير مودك على طول. لكن صوت الميه وصوت الهواء او الرياح او النسيم ليه واقع خاص. الواحد ساعات ما بيحبش يسمع موسيقى، يحب يقعد في مكان زي ده كده. هو حضرتك الميه دي لون ازرق، واللون الازرق بيدي زي السما كده، يدي الهدوء والاسترخاء. فانت لما تقعد قدام ميه او بحر او في مكان زي كده حوالين السما، يبقى انت عندك حاله من ايه، من استعاده والاسترخاء. تلاقي عندك هدوء نفسي طبيعي رباني. انت مش انت اللي صنعه. يعني احنا قاعدين كده مبتهجين وفرحانين، المكان واسع، البحر النيل ورانا، السما فوقينا، الاشجار حوالينا، لون الخضره برده من الالوان اللي يعتبر الالوان البارده برده اللي هي بتخلي في راحه نفسيه. فكل ده عناصر يعني بتخليك فعلا في انتعاش وفي فرحه جواك. استاذ محمد كارم، بيراعى ده في البرامج السياحيه في الاماكن السياحيه؟ هل بيراعى فقط ان المكان جاي نزور مكان سياحي في اثر، في طبيعه، في سياحه شاطئيه، سياحه ثقافيه؟ هل بيراعى المعامل السمعي او المعادل السمعي لده؟ هل مثلا لما بتخش متحف زي متحف الحضاره بسمع موسيقات بتكون مثلا خاصه زي موسيقى المومياوات اللي اتعملت في الاوبرا، اللي اتعملت الخاصه بدخل المومياوات الحضاره، سمعنا اغنيه فرعونيه، صح كده؟ بالظبط. هل بيراعى انك تضع الزائر في الحاله النفسيه والمعنويه بالتاثير الموسيقي او السمعي بخلاف اللي شايفه بعينه؟ طبعا في اماكن سياحيه في مصر، سواء احنا الحمد لله مصر فيها كل المقومات السياحيه، وطبعا يمكن لاول مره يمكن في مصر يبقى في فنادق خاصه بالفنون، ودي موجوده في منطقه الاهرامات وتم افتتاحها مؤخرا. السائح لما بيجي مصر بيبقى عايز يشوف التراث والفلكلور المصري بالاضافه للسياحه الثقافيه او السياحه الشاطئيه. ويمكن مصر الحمد لله الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي تراثها وفلكلورها وحضارتها مش
موجوده في اي مكان في العالم الا في مصر. فطبعا الجست حتى لما بينزل منطقه زي منطقه خان الخليلي وبيشوف التراث والعبق التاريخي والاغاني اللي موجوده والتنوره والعود وكل الفنون المصريه بيبقى في حاله مزاجيه رائعه، وبينقل الصوره دي من خلال زيارته لمصر للعالم بشكل غير مباشر. ويمكن الحمد لله لو حضرتك مشيت في اي مكان في مصر بتشوف فيه عبق التاريخ زي ما احنا بنقول، بتشوف فيه الاغاني سواء في المواصلات سواء في الاماكن الانتظار. حتى النهارده في بعض الاماكن السياحيه ممكن حضرتك تبقى متواجد فيها وسامع التراث الفني المصري سواء اغاني حديثه او اغاني قديمه. ويمكن العالم كله كان مبهور زي ما حضرتك قلت بالأغنية الفرعوني اللي تم فيها نقل المومياوات لمتحف الحضارة، ويمكن العالم كله كان مبهور بالفن المصري. تمام أستاذة دكتور عبير، وأنت أستاذة طبعا ماجستير في الاتصال السياسي في الإعلام في إعلام القاهرة، ويمكن أنا عاوز أتكلم عن أهمية السياحة في الاتصال. السياحه يعني انت السياحه في ده اتصال مباشر، ده تقارب. طبعا المصري بطبعه بيحب يعمل علاقات، فالعلاقات اللي بيننا وبين الدول هي بتتنمى اكتر مع السياحه. بتيجي تعرف ثقافتهم، هم يجوا يعرفوا ثقافتك. بتيجي تعرف حضارتهم ويعرفوا حضارتك وهكذا. وخصوصا مصر عشان احنا بنتميز بالحضاره الفرعونيه والاثار الفرعونيه، فاحنا يعني حضاره 7000 سنه كل العالم عايز يتفرج احنا عاملين ايه في الحضاره ديت. ثاني بقى الموضوع مش 7000 سنه بس، على فكره ده طلع اعلى من كده بكتير. اعلى من كده فعلا. بعد اذن حضرتك انا عاوز اسمع برضو فرقه الخان. الجماعه دول من اروع ما يمكن، فيعني انا عاوز اسمعهم كمان مره بعد اذن حضرتك. اتفضل. هتسمعونا ايه؟ اهلا بيك. اهلا بيك. ايه الجمال ده؟ اهلا بيك. نرجع لمرجانة. نرجع لمرجانة. احنا طبعا السياحة هي يعني مصدر من المصادر الاساسية لدخل القومي. وكم العدد البشري اللي شغال فيها كم كبير، فاحنا محتاجين طبعا السياحة دي تنتعش، لانه البيوت المصرية اللي فيها يعني تقريبا كل بيت مصري فيها فرد بيشتغل بشكل او اخر في السياحة. فاحنا طبعا الدخل القومي ده شيء مهم طبعا بالنسبه لمصر، والسياحه طبعا مهمه جدا. فتح البيوت المصريه دي وزياده الدخل القومي ليها ده شيء طبعا مهم جدا. فاحنا طبعا من الحاجات حتى اللي احنا بنقولها لاولادنا حتى ان احنا نعامل السياح بطريقه كويسه عشان نبقى برضو بسلوكياتنا بنجذب السياحه بسلوكياتنا. انا عاوز يعني ابقى في وعي عندنا للمصريين، وعي ثقافي طبعا، وعي ثقافي، الوعي السياحي، وعي التعامل مع السائح طبعا. اعتقد بقى خلاص يعني يمكن خطه وزاره السياحه وهيئه تنشيط السياحه برفع الوعي لدى الطلاب في المدارس خلال الفتره اللي فاتت ساعد بشكل كبير ان ولادنا يكون عندهم وعي سياحي والاهتمام كمان بالاماكن السياحيه، وان هو يكون سفير لمصر داخليا. الابتسامه لمصر كانت مشهوره بها في استقبال الاجانب، رجعت تاني الحمد لله. ويمكن الولاد الصغيرين دلوقتي بقى عندهم وعي وفهم يعني ايه السياحة ويعني ايه ان انا احافظ على اجدادي وتراث بلدي واحافظ على القطاع السياحي. يمكن القطاع الوحيد اللي مرتبط ب 73 صناعة بشكل مباشر وشكل غير مباشر هو قطاع السياحة. يمكن عدد العاملين زي ما الدكتورة اشارت، عدد العاملين في القطاع السياحي فوق 22 مليون سواء بشكل مباشر او بغير مباشر. فده كله بيساعد في خلال وقت معين ان هيكون عندنا وعي كبير جدا بالاهتمام بالقطاع السياحي. لو ما شاء الله الفتره الاخيره حتى طلعت احصائيه ان احنا عدينا الارقام ما كنا قبلين 2011 حيط الدوله المصريه حوالينا حقيقي. الحقيقه الا ان مصر ما لهاش علاقه خالص داخليا بكل ما يحدث من ناحيه الامن والامان. صحيح حقيقي. احنا بص هقول لك على حاجه، احنا نتميز كشعب مصري او كشخصيه مصريه بتحب الامل والتفاؤل، وشخصيه جذابه، وشخصيه فيها ذكاء اجتماعي، وشخصيه احنا نتميز بمجموعه صفات بتخلينا حتى في الصعاب بنعرف نعيش، بنعرف نكمل، بنعرف نصبر، بنعرف نحتمل. فالانسان المصري اللي يستحق
ان مصر تتطور بالشكل ده، وان هو يدوق بقى بعد كده الفتره اللي جايه حلاوه وثمر التعب اللي هو استحمله والفتره اللي هو استحملها. فاحنا اعتقد الفتره اللي جايه هتبقى فتره قويه جدا لمصر بالنسبه لكل المحيط اللي حواليها، بالنسبه لكل الشعوب اللي حواليها. احنا هنتميز جدا، هنرتفع جدا جدا، ده بجد حقيقي. وبتنبؤات كتير جدا من ناس كتير يعني شيوخ في البريه كانوا بيقولوا ان احنا لا الفتره اللي جايه مصر تنتعش جدا. كمان عايزه اقول لك انه المصري الاصيل اللي عارف يحافظ على هويته، المصري الاصيل رغم كل الاستعمار اللي دخل علينا ما عرفش يكسر فينا حته الهويه المصريه والانتماء المصري، عرفنا نحافظ عليه كويس جدا، عرفنا نكون محافظين على لغتنا وسمات شخصيتنا، تقاليدنا، عاداتنا، ديانتنا، كل حاجه احنا عرفنا نحافظ عليها الحمد لله. فانا اعتقد احنا هنعيش الفتره اللي جايه بطبعا بقياداتنا وحمايه الجيش المصري لينا، هنعيش فتره من الامان، وهنعيش فتره من الاستثمارات ومن الادخار ومن التقدم، ده حقيقي احنا لمسينه وهنلمسه اكتر الفتره اللي جايه. دكتور عبير حلمي، ماجستير الاتصال السياسي واعلام القاهره وسفيره النوايا الحسنه، شرفتيني ونورتيني، بشكرك جدا على تشريفك لينا، والاول مره بنطلع من مكان اوبن اير، مكان خارجي. الحمد لله المكان جميل قوي وجميل وشكو حلو علينا. ميرسي. الف شكر ضيفنا الكريم استاذ محمد كريم الخبير السياحي الكبير. ان شاء الله لنا كلام كتير مع بعض ان شاء الله، حاجات كتيره جدا. احنا بنتكلم في مسارات ال البيت، المشروع الجديد بتاع مسارات ال البيت ده، غير مسار العائله المقدسه، وفي مصر ما شاء الله ولاده. والحقيقه يمكن احنا دايما عندنا الجديد في كل مجال وفي السياحه تحديدا. يعني انا عاوز اشكر الفرقه الجميله يا استاذ فادي، انا بشكرك جدا استاذ فادي المغربي، فرقه الخان، انا بشكركم وعاوز اسمع منكم حاجه يعني يطلع بيها التتر كده على جناكم. حتى هتسمعونا ايه؟ اما براوه ماشي تمام زي ما انتم جاهزين. اوكي، انا بشكر مشاهدينا على حسن المتابعه المصريه الجميله، وبشكركم، ارجوكم دائما ابقوا معنا، كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه احتفالاتنا واحتفالات مصر باعياد اكتوبر، الشهر كله بنحتفل بيه، ارجوكم دائما ابقوا معنا. شكرا لكم، كان معكم احمد عبد العظيم.